هلا لو انا بدي استعمل هذا عشان اعمل سبيد كنترول او سبيد دي سي موتور، لو انا عندي دي سي موتور راح احط الموديل تبعه او الشكل تبعه بهذا الشكل هيك، راح اعتبر انه هذا الدي سي موتور سيبريتلي اكسايتد، يعني الفيلد اكسايتيشن تبعتهم راح تكون جاي سيبريتلي من هون، هذا هون الفيلد. شو الهدف من الفيلد في الدي سي موتور؟ بعطيني الاكسايتيشن الفلكس، عشان حسب قاعده اليد اليسرى لازم يتكون عندي فلكس، هذه الفلكس راح يجي من هون، لازم يتكون عندي كرنت، الكرنت راح يجي من هون، شو بينتج عندي؟ فورس، والفورس بتشتغل على الاسلاك الموجوده هون بتكون عندي تورك. اذا الفيلد هذا راح يمر هون عندي فيلد كرنت. هلا اللي بيهمنا احنا من شغلنا اليوم الريكتيفاير اللي ركبناه، راح نجيب هذا الريكتيفاير اللي ركبناه اللي راح يعطيني بلس وماينس ثلاثه، واذا بتتذكر شكل الويف فورم لو كان هذا 3 فيز ريكتيفاير سته من هذول كل ويف فورم 1 2 3 4 5 سته، وهذا راح نفترضه انه 3 فيز فولي كنترول ريكتيفاير. اذا هذا هون 3 فيز فولي كنترول ريكتيفاير، شو لازم يدخل له حتى يكون 3 فيز؟ كله 3 فيز سبلاي مش هيك؟ اذا هون راح يجي عندي ار اس تي زي ما حكينا، وهذول الهاي فولتج في الداخل راح يكون في عندي الريكتيفاير اللي شفناها هاي ار وهاي ار وهاي ار، هذول كلهم ايش لازم يكونوا كومبوننتس؟ كنترول اس تي او ثالث فيز، وهذا راح يطلع معي هون بلس وماينس. لكن لازم كمان ايش يدخل لهذا البلوك؟ الفا اللي هي الفايرنج انجل احنا اللي قلنا المينيمم فاليو تبعها راح يكون حسب لمين بنعمل الريفرنس، بعمل الريفرنس لار ماينس اس زي ما كنت بحط في البلوك ده راح يكون في المينيمم فاليو 60، اذا الريفرنس لار قديش بكون المينيمم فاليو تبعها؟ 30. متذكرين هذول؟ اذا هذا هون سهل جدا انه يتحكم فيه، حتى قبل ما يكون عندي باور الكترونكس كنا نتحكم في الدي سي موتور بطريقه سهله جدا باستعمال مقاومات. نجيب الدي سي موتور، هذا طبعا هون انا عمالي بغير ايش؟ ما بغير الفيلد، بغير عمالي الارمتشر فولتج. بتغييري للارمتشر فولتج عمالي بغير عندي السورت او السبيد تبعت هذا حسب ايش هو مشغول. لكن حتى قبل الباور الكترونكس من زمان كان يكون عندنا مجموعه مقاومات. هاي احد الطرق كانت لتغيير السرعه تبعت الدي سي موتور او ستارت، يعني تعمل له ستارت. هون عندي في فولتج دي سي سبلاي، هذا طبعا دي سي سبلاي ممكن اجيبه من هون اعمل ريكتيفيكيشن. فبخلي هذا هون كونسبت الفيلد، هذا هون اسمه سيبريتلي اكسايتد، يعني عملت هاي سيبريت اكسايتيشن مش شرط. عندي الفيلد هون هلا شوف شو بنعمل، بتتذكر الكونتاكتر فجيت هون الكونتاكتر هون ولا شفناه في الماشين؟ في الماشين. لو انا جبت هون هلا سويتشات حطيت عليهم تايمرات هدول السويتشات حطيتهم على تايمر، يعني لما بشغل بعد فتره بسكر هذا السويتش، في البدايه بكون السويتش فاتح وبعد فتره بسكر، عمره حد شاف هذا الرمز من هون رمز السويتش؟ هو اون ديلي مش هيك او اوف ديلي؟ اون ديلي اصلا. المهم انه لما بشغل اول ما بشغل السيستم ما بدي هذا المحرك فجاه يكون في كرنت عالي كثير، فبدي ستارت يكون خفيف. فحتى اعمل ستارت خفيف شو بصير عندي؟ في البدايه بكون عندي هون هذا ار وار في البدايه ما في عندي هون باتري من هذا المحرك، فاذا حطيت الدي سي فولتج عليه مباشره راح يكون كرنت عالي. حتى اخفف ستارتنج تايم واخفف ستارتنج تون بخلي هذول الاربع مقاومات كلهم ان سيريز. شو راح يمر؟ راح يمر كرنت محدود مش هيك؟ راح يبدا هذا الدي سي موتور يتحرك، تزيد سرعته، بعد فتره شو بعمل؟ بسكر واحد منهم، خلينا اسمي هذول تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 وافترض انه تي 4 اكبر من تي 3 تي 3 اكبر من تي 2 تي 3 اكبر من تي 1. اذا بعد فتره زمنيه تي 1 شو راح يعمل بهذا السويتش؟ راح يسكر، ايش راح يصير بسرعه المحرك؟ راح تزيد شوي، بعدها فتره راح يرد تزيد هذا، راح تزيد راح يسكر هذا راح تزيد شوي، بعدين لما اوصل الفول سبيد بكون سكرت الاربعه، فيمكن عملت باي باس للريزسترز الاربعه. طبعا هدول الريزسترز مش زي الريزسترز اللي في المخترع اللي بتشوفهم، هاي ريزسترز كبيره بتكون 10 واط او 100 واط او 200 واط ضخمه، ها؟ بتكون ملفوفه على
على فخار قطعه فخاريه. اذا هون اسهل كثير، ولذلك الدي سي موتور لحد التسعينات لحد ال 95 كان يعتبر هو احسن طريقه لتغيير، احسن موتور لتغيير السبيد، تغيير السرعه والتحكم بالتورك بشكل دقيق. دكتور برضه هسه يعني الثيرستور حجمه كبير ولا؟ هلا حسب الريتنج، حسب الكرنت ريتنج، يعني مثلا اذا كان مثلا هو 100 كيلو وات مثلا او 150 كيلو وات ممكن يكون حجمه مثلا هالقد الكنترولر اللي موجود هون. اذا كان عمالي بحكي عن 1 2 3 كيلو وات ممكن يكون حجمه بهذا الحجم. فهو الحجم طبعا لانه بيكبر الحجم عشان بصير في حراره اكثر بتطلع، بصير الريتنج تبع الثيرستور بصير بده هيت سينكس اكثر عشان حتى يقدر يتحكم بهذا الموضوع. اذا هذا بامكانك تكون تشتري درايف زي هيك، والدرايف هذا حيتحكم في الدي سي موتور. راح هون بغير الفولتج مش بالطريقه البدائيه الموجوده هون. شو مشكله هاي الطريقه؟ الحراره اول شيء عمالي بضيع حراره بشكل هدول الستس. ايش كمان؟ عندي التعقيد اللي موجود هون، هدول الكونتاكترات اللي موجودين هون. وكمان في شغله مهمه، ما عم بجيب سموث ترانزيشن، هذا راح تحس فيهم ستيبس، راح تحس انه فجاه طلع من سرعه لسرعه، بعدين طلع من السرعه الثانيه لسرعه الثالثه. لكن هون بامكاني اغير هاي الديجريز بديجريز بسيطه جدا، شوي 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 بغير، بامكاني حتى اخذ فيدباك من هذا السيستم. مضبوط؟ مش بنقدر ناخذ فيدباك من هون على تاكو جنريتر تي، والتاكو جنريتر راح يعطيني فولتج، والفولتج بامكاني ارجعه هون اللي بيمثل ايش بيمثل هذا التاكو جنريتر؟ شو فيدباك؟ فيدباك ايش بعطيني؟ ايش القيمه اللي بعطيني هذا المحرك؟ السرعه تبعته، بعطيني السرعه، والسرعه اذا انا في عندي سرعه انا بدي اتحكم فيها بقدر اسكر اللوب هون ماينس بلس، وهذه هون في ديزاير وهي في او ريفرنس، ماشي تمام؟ في ناس بيسموها ريفرنس ديزاير، وهذه هون في اكشوال، هذه فعليا وهذه اللي انا بدي اياها. افرض انت بدك سرعه معينه بغض النظر عن التورك، بغض النظر عن تغير التورك، وهلا هذا اللي كان انت تدخله على كنترولر بي اي دي تمام، مثلا بدك بي اي دي كنترولر او اي نوع كنترولر ثاني او بعدين من هون هذا راح يطلع معك من هون. طبعا هون احنا لازم ناخذ الزاويه اللي بتطلع معك 180 ماينس ديتا، يعني تطلع معي هاي. واضحه ليش مهمه؟ لان انا لما بزيد، انا لما بدي زيد السرعه شو لازم اعمل في الفا؟ اكبرها ولا اصغرها؟ اصغرها. فهون هذا عماله بعكس، انا بيتا هي اللي بدي اياها الكوندكشن انجل، فانا بيطلع معي هون الكوندكشن انجل 180 قديش بدي فولتج، بس لازم اعكسها لانه الفا معكوسه بالهاي، واضح؟ كل ما زدت الفا رح تقل الفولتج معكوسه بالهاي. هي هون صار عندي كنترولر، هي السؤال اللي سالته، هي كنترولرز حديث، طبعا الكنترولر اعقد من هيك، رح ندرس الكنترولر بتعقيد اكثر من هيك، بس هاي الفكره الاساسيه فيه. عظمه الباور بوينت ايش بنحط لي اخر؟ بسيجنال بسيطه جدا من هون، لا بدي كونتاكترات ولا بدي مقاومات، عمالي بقدر اغير الانجل الفاينل اللي موجوده هون، بغير الافرج فولتج، والمره الجايه رح نحسب العلاقه ما بين هاي الانجل اللي موجوده هون الفي ماكس او الفي ار ام اس اللي جاي من هون، مش يعني هون في ار ام اس فيز ولاين، وقديش الافرج فولتج اللي بيطلع هون، لانه الافرج فولتج بيطلع هون وراح يروح على الدي سي موتور يتحكم بسرعته. هذا فكره سريعه عن الدي سي درايف. انا هون اثبت الفيلد، ما راح اعطي الفيلد الا في حالات استثنائيه بنعمل شيء اسمه فيلد ويكند، بس از رول بشكل عام هذا راح اخليه الفيلد اكسايتيشن كونستنت يوجوالي او موست اوف ذا تايم، الا في حالات معينه راح نحكي عنها اسمها فيلد ويكند. في اسئله على هذا فكره الدرايف؟ انا ليش ما حبيت افرجيكم هذا؟ سأل السؤال حتى تحس شو الهدف من التعب كله هذا اللي بنحكي لكم. ليش حسبنا اليوم الكوساين مش الكوساين، حسبنا قديش الافرج فولتج، والمره الجايه رح نحسب انه كوساين الفا او الفا كيف ايش الهدف انها بتحدد لي الافرج فولتج اللي بيطلع هون، والافرج فولتج اللي بيطلع هون رح يغير لي السرعه، رح انتقل على كيرف جديد لهذا الدي سي موتور الموجود. هذا طبعا ممكن يكون فيلد، ممكن يكون بيرمننت ماجنت، الان صار شائع اكثر هذا يكون بيرمننت ماجنت، خلص ما في حاجه انه ادخل انا كرنت، بشتري محرك دي سي اصلا من الاصل هو كونستنت فيلد في الاكسايتيشن كونستنت